مسيكم بالخير. صوتي خفت اليوم. شلوم عليكم. اولا ارجوكم انكم امشوا بهاللعبة تفكن تخلصوا وطنكم ودول الهلال القصيد. ولا تغلطوا ابدا للي عم بقولكن ياه. مين انا وشو هي علاقاتي شو هممكن طالما ما عندي طموح لا لمركز ولا لثروة ولا عندي ولاد تورثهم. اذا صادق بكل كلمة بقوله. علاقاتي خلي اقول حدا عرفني على حدا. انا عرفت ناس على ناس. طيب في تويتر للدكتور فارس سعيد اليوم عن الله يرحمه غسان الأشقر وراح احكي لكم القصة. بس بدي اقول لكم شغلي بالاول. مش هيك سليمان بيك؟ بدي اقول لك شغلة. اسمع يا سليمان بيك تكرم عينك. بدي اقول لك شغلة. بدي استعمل اسلوبك. فارس لبنان، دكتور فارس صعيد، فارس الأمة، فارس الوطنية، فارس الأخلاق، فارس القيم، فارس الإنسان اللي علمونا الرسل قيمة الإنسان يلي هني إنسان خلقوا بكسم إنسان. فارس القوة، فارس المبادئ، فارس الصداقات. ما بتعجب أبداً دكتور فارس سعيد شو حكي عن المرحوم غسان أسد الأشقر. راح أحكيك إنها قصة. طلع قرار من الدولة اللبنانية ممنوع الحزب القومي السوري يترشح على الانتخابات. مرقيت هذا القرار بمجلس الوزراء سابقا. وأجا الرئيس سليمان فرنجية وزير داخلية. فبيجيوا هالشباب كلهم خصوصا التقدميين واليساريين والعروبيين كلهم يجوا لعنده. كونه من هالموقف هو على الغمي. فبيفوت غسان الأشقر قال له جاي تقدم لك ترشيحه اخدوها. قال له يا ابني غسان ما لك حق تترشح. في قرار من مجلس الوزراء. هذا القرار ما بيلتغى الا باجتماع مجلس الوزراء يلغوا هالقرار. ساعتها بقبل لك. أما بالوضع الحالي هالقرار منشيل ما بقدر أقبل لك الطلب. ناقش غسان وطرح وكان يجاوب الرئيس سليمان فرنجي وزير الداخلية آنذاك يقول له أصغر كلمة يا ابني يا غسان اسمعني منيح هذا الوضع ويشرح له إياه. وبتصور كمان جاب رئيس الدائرة القانونية بوزارة الداخلية قال له اعطيني رأيك قدام ابني الأستاذ غسان. قال له ما فيك تترشح. فبيقف غسان على طريقة كل الشباب والعمر والحركة الوطنية. فبيقول له بخاطرك وبيضرب ايده وبيخبط الباب. لمين؟ لوزير الداخلية سليمان فرنجية. خبط له الباب. يبدو بيخبر أمه. فكان أسد الأشقر يمكن مات أو بالحبس بعده ما بعرف ما بقى أتذكره. فبتطلع على أهدن وبتوصل أنا موجود وبتسلم على الوزير الفرنجية سليمان بيك كيفك كيف عيلتك. الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا بوسه وحط حد منه. قلت له جاي أنا كوالدته لغسان. الله إن شاء الله خير. قلت له تعتذر منك. الله تعتذري مني بشو؟ قلت له خبط لك الباب. الله ولو حدا بيزعل من ابنه؟ هل ممكن ازعل من ولد من ولاده؟ شباب وخبط هالباب. هكذا كانت التصرف مثل ما كتبها فارس لبنان، فارس الأمة، فارس الأخلاق، فارس القيم، الدكتور فارس صعيد، فارس الإنسان، فارس المبادئ. فقال عنه أنه كنا بقرنة شهوان وكنا نلتقى فيه نتناقش. ما غير العادي غسان
كان صاحبي كمان كنت شوفه بجريدة النهار بمكتب الأستاذ ميشيل أبو جود اللي إجا قبل عمره الله يرحمه، وقال له وكان يعني مثل كل يساري ونتفي بعلية فم، ولكن بقيوا أصدقاء ما سبوا بعضهم. حسن نصر الله كل المؤامرة اللي شايفها شغلة بسيطة كتير، ضربوا العائلات بإيران، ضربوا البعثيين العائلات بسوريا، ضربت منظمة التحرير العائلات الفلسطينية كلها، ضربوا العائلات كلها المهمة بالجزائر، ضربوا العائلات كلها بلبنان. لما بتشوف شكلهم لهول تبع ميني أودور، لما بتشوف شكل حسن نصر الله وبتشوف شكل ميشيل عون، واش بدي اقول لك عن البوق يتفرج عليهم. هيدي المؤامرة كلها، الغاء الأوادم والعائلات المهمة، قلبوا التريفل من تحت صور فوق واللي فوق صور تحت، قلبوا الأهرام. هذا اللي صار، وهيدي المؤامرة الكبيرة اللي حصلت. أهلا وسهلا فيكم. الفيديو الثاني فريد الخازن عند السيف اللصق، والفريد أوسخ من جبرون بيسيل، وبجبرون بيسيل أوسخ من فريد. ورح أقول لكم التعليق وتسمعوا. أهلا وسهلا فيكم.